بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو منكم توجيه كلمة لطلاب العلم عن أهمية الوقت في حياتهم وعن ملازمتهم للعلماء الثقات، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن طلب العلم الشرعي ضروري للأمة وللأفراد، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم رغب فيه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وطلب العلم من أفضل الأعمال، هو أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن نفعه ينفع المتعلم وينفع غيره. وطلب العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أمور دينه، من عقيدته وصلاته وزكاته وصومه وحجه، هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم، لا يسع أحدا جهله. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم والعلماء سقط الإثم عن الباقين، بقي في حقهم سنة. وعلى كل حال، طلب العلم ضروري بقسمه: العيني والكفائي، لأن الأمة بحاجة إليه ضرورة. وهذا هو مختصر ما يجاب به عن هذه المسألة، ولها كلام طويل في كتب أهل العلم أراد أن يرجع إليه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وصلنا هذا السؤال من السائل النون ألف ميم، يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم البيع والشراء في الذهب، وذلك من خلال تعاملنا مع البورصة العالمية والأسواق وغيرها؟ تعامل في البيع والشراء بالذهب، إذا بيع الذهب بذهب أو بيع بفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإن بيع بجنسه بذهب مثله فلا بد من شرطين: تقابض في المجلس وتساوي في المقدار وزنا بوزن. أما إذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة يحرم التأجيل والتفرق قبل القبض من الطرفين، ويباح التفاضل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني تقابض في المجلس. فإذا تم هذا فلا بأس ببيع الذهب، ما إذا لم يتم هذا هو حرام، وهو إما ربا فضل وإما ربا نسيئة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه؟ معناه أن كل مولود يولد وهو قابل لدين الإسلام، لأن فطرته تتقبل هذا. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن الفطرة قد تتغير بسبب التربية السيئة، فإذا كان أبوه يربيه على اليهود صار يهوديا، إذا كان نصرانيا صار نصرانيا، وإن كان مجوسيا صار مجوسيا. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يحرف الفطرة السليمة هو التربية السيئة والتربية الخبيثة. فيجب على الوالدين أن يحرصا على المحافظة على فطرة أولادهم الدينية، وأن يأمروهم بطاعة الله وينهوهم عن معصية الله، ويربوهم
تربية إسلامية توافق فطرتهم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: هل هذا العمل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكن يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس وشكرهم عليه؟ هذا يفسد عمله، هذا هو الرياء، هذا يبطل العمل، يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس له والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر وهو الرياء يبطل العمل الذي داخله. يجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم. هذا سؤال وردنا من إحدى الأخوات، تقول: لي أخت الحقيقة منذ سنوات وهي تعاني من مرض نفسي للغاية، ودائما تتمنى الموت في هذه الدنيا، تقول: هل هذا يخل بعقيدتها؟ إذا كان هذا نتيجة مرض نفسي إنها لا تؤاخذ عليه، أما إذا كانت سليمة وتتمنى الموت فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له الأصلح من الحياة أو الموت. نعم. لها سؤال آخر، تقول: امرأة متزوجة منذ ما يقارب من 27 سنة ولم تنجب أولادا، وتلجأ كثيرا إلى البكاء في غرفتها، وتفكر كثيرا وتريد أن تزهد في هذه الدنيا، تقول: هل هذا اعتراض على قدر الله؟ إذا لم تتسخط ليس هذا اعتراض على قدر الله، إذا بكت البكاء لا يؤثر، لأنه ليس باختيار الإنسان أن يمنعه. أما إذا تسخطت وجزعت هذا لا يجوز، لا يجوز على فقد الأولاد أو على عدم الإنجاب أو على المصائب، لا يجوز التسخط لقضاء الله وقدره. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره ويسعى في الأسباب النافعة، فمثلا الإنجاب له أسباب من العلاج، على المسلم أن يبحث عن الأسباب التي يحصل بها الإنجاب. إذا كان هذا الامتناع من الإنجاب بسبب مرض أو بسبب مانع يعرفه الأطباء ويعالجونه فليفعل السبب. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم رد الخاطب الكفء من قبل ولي المرأة، وما حكم الشريعة في عمله هذا؟ رد الخاطب الكفء إذا رضيت به المخطوبة حرام، لا يجوز، هذا عضل محرم، ما إذا لم ترضى به فإنها لا تجبر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ، إذا هم الإنسان بأمرين، فهل لكل أمر صلاة استخارة، أو يجزي أن يصلي صلاة واحدة لكل هذه الأمور؟ إذا هم الإنسان بأمرين مختلفين لا يدري يمضي فيهما أو يتركهما أو يمضي في أحدهما ويترك الآخر، فإنه يصلي للأمرين، يدعو بدعاء للأمرين، وإن صلى لكل أمر صلاة مستقلة ودعا بعدها فحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم يقول: أنا تاجر وعندي بضائع تجارية في الدكان، كيف يتم الزكاة لهذه البضائع؟ لأن تجردها عند تمام الحول على قيمتها بما تساوي في السوق، ثم تجمل قيمتها وتخرج ربع العشر منها من قيمتها المجملة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، فما ضابط قبول الهدية من أصحابي وزملائي في العمل؟ لا تكون من الرشوة، إذا كنت مسؤولا موظفا فلا تقبل الهدايا ممن لهم مراجعات، لأن هذه هي الرشوة، ملعون من دفعها ومن أخذها. نعم. يسأل هذا السائل الشيخ عن التوسل وعن أنواعه، وذلك بدعاء الصالحين. التوسل على نوعين: توسل مشروع، توسل ممنوع. توسل المشروع هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل بالأعمال الصالحة، التوسل بطلب الدعاء من الأحياء الحاضرين أن يدعو لك بأمرك، هذا جائز، كله جائز. توسل الممنوع هو التوسل بجاه المخلوق أو بحقه أو بشخصه أو بصلاحه، هذا توسل ممنوع. وإذا صحبه صرف شيء من العبادة للمتوسل به فهذا شرك أكبر، كما عليه أهل الجاهلية
الجاهلية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما عليه غالب القبوريين الذين يتقربون إلى الأموات بأنواع من العبادات ويقولون أنهم يشفعون لنا عند الله، هذا شرك أكبر. نعم. هذه الأخت تقول فضيلة الشيخ لأكثر من سؤال، السؤال الأول هل يجوز دخول النساء أو المرأة إلى الجامع وهي حائض وذلك لتعزية أهل المتوفى من النساء؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد، لا الجامع ولا غير الجامع، لا تجلس في المسجد ولا تلبث فيه، أما مرورها معه من غير جلوس فلا بأس، ولكن تعزية ليست على هذه الصورة، يجتمع الناس ويعزون في المقبرة أو في المسجد أو في مجلس، التعزية ميسرة، تعزيه إذا لقيته، تتصل عليه بالجوال بالتلفون تعزيه بدون اجتماع وبدون ترتيب، تدعو للميت تدعو للحي، هذه هي التعزية، وبدون صنعة طعام تجمع من هنا وهناك ويأتي بها اليوم فلان وباسر فلان والعشاء عند فلان باسر، واليوم تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. وبالنسبة لعقد النكاح على المرأة وهي حائض فضيلة الشيخ؟ لا بأس بذلك، الحيض ما يمنع عقد النكاح، إنما يمنع الجماع في الفرج. نعم. هذه الأخت سارة من الرياض تقول فضيلة الشيخ صالح هل من كلمة توجيهية لمن عق والديه وخاصة الأم حيث أعاني من عقوق ابنتي منذ 10 سنوات أو أكثر لم تتصل ولم أعلم عنها شيء؟ العقوق كبيرة من كبائر الذنوب تأتي بعد الشرك، لأن حق الوالد يأتي بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في آيات كثيرة، العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى الولد ذكرا أو أنثى أن يتوب إلى الله، إذا كان عاقا لوالديه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى البر بوالديه ويطلب المسامحة عما حصل منه. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم، الحديث لا بأس به، والغيبة والنميمة تنقص الصيام وتجرح الصيام، وقد يذهب صيام المغتاب إلى من اغتابهم، يأخذونه يوم القيامة من باب القصاص على المظالم، على المسلم أن يصوم سمعه وبصره ولسانه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ليس الصيام هو ترك الطعام والشراب فقط، بل هو مع ذلك ترك الغيبة والنميمة وسماع المحرم والنظر إلى المحرم، فتصوم جوارحه كما يصوم بطنه وفرجه عن الجماع وهو صائم. نعم. هذا السائل يقول ما مناسبة تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ لأن هذا يدل على الاهتمام، هو الأمر بالمعروف نهي عن المنكر داخل في الإيمان بالله، ولكنه أفرده بالذكر وقدمه اهتماما به، مما يدل على تأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المؤمنين لا يليق بهم أن يتركوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم يقدرون على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، الذي لا ينكر المنكر ولا بقلبه هذا ليس عنده إيمان. نعم. يقول السائل هل البدع مراتب ودرجات ومتى يكون صاحب البدعة محجورا؟ البدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذا ضابط البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والبدع تختلف، منها ما هو مخرج من الدين كبدعة الشرك بالله وعبادة القبور والأضرحة والأموات، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو صغيرة من صغائر الذنوب، وعلى كل حال البدعة لا خير فيها لكبيرها ولا في صغيرها، فعلى المسلم أن يتجنب البدع ويقتصر على العمل بالسنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الهجر
فهذا يكون بحسب المصلحة. إذا كان في هجره زجر له أن يتوب وأن يترك البدعة يهجر، ما إذا كان هذا مما يزيده فإنه لا يهجر، ولكن ينصح تستمر النصيحة معه لعله يتوب ويترك البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، بعض الناس يسأل عن الملائكة تصلي على المصلين في مصلاهم، هل يشمل هذا إمام المسجد إذا كان جالسا أو لا بد أن ينتقل إلى مكان آخر؟ المهم أنه جالس ينتظر الصلاة، الذي يأتي مبكرا ويجلس ينتظر الصلاة التي تقام أو ينتظر الصلاة القادمة ويبقى في المسجد، هذا تصلي عليه الملائكة، يعني تدعو له ما دام ينتظر الصلاة وهو في صلاة، يعني في أجر المصلي وهو جالس، هذا فضل عظيم في انتظار الصلاة. نعم. يسأل هذا السائل الشيخ عن الأضحية، يقول هل هي كل سنة؟ والبعض يقول بأنه لا يجوز تكسير عظم الأضحية، هل هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح، يجوز تكسير عظم الأضحية للحاجة، لا بأس بذلك مثل غيرها. وأما الأضحية كل سنة، نعم هذا طيب، شعيرة عظيمة، إذا كررها كل سنة هذا شيء طيب وهي عبادة عظيمة. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال الأخت ابتسام، تقول بالنسبة للمرأة إذا صلت وشيء من شعرها، جزء من شعرها مكشوف وهي لم تعلم إلا بعد التسليم، هل تعيد الصلاة؟ لا، إذا لم تعلم فليس عليها شيء. نعم. فقرتها الأخيرة تقول عن وضع اليدين على الأرض للقيام للركعة، أي تتكي على الأرض، إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس، وإذا لم تحتاج فتركه أحسن، تعتمد على ركبتها إذا كانت تستطيع ذلك، أما إذا كانت لا تستطيع أو هذا يشق عليها فلا بأس أن تقوم على يديها، تعتمد على يديها عند القيام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا الفاضل على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وهذه تحية من مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.